قال تعالى وكذلك سولت لي نفسي. أيوة. الله، شلون واحد سول لنفسه؟ يعني بالخير او بالشر او الضدين او التسويل بيكون في الشر. الله، هو قال انا حبيت ان الناس تقبل علي. الله، فعملت لهم العيد وحطيت فيه قبضة من أثر الرسول. الله. يعني من أثر حافر فرس الرسول جبريل. الله، السامري. فدبت فيه الروح، يعني العجل صار له خوار، فهم قالوا عليه، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى هذا، وقعدوا يرقصوا حوالين العجل. فقال وبمثل هذا، الكاف دايما صفة لمصدر محذوف، ومثل هذا العمل سولت لي نفسي، زينت لي نفسي العمل السيء. فقال له الكليم اذهب، يعني لا تبقي أثرا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فإن جزاءك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تمس ولا تمس. الله. فالناس أطلقوه في الصحراء وكانوا يرمون الأكل من بعيد، والوحوش لو شافته تنفر منه. فالجزاء من جنس العمل، أراد إقبال الناس عليه فالناس نفرت منه، وبعدين كان اللي يمسه يصاب ببرص وبجنون. قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة، وإن لك موعدا لن تخلفه، اللي هو أجلك يعني، وانظر إلى إلهك، يعني الذي صنعته من الذهب، لنحرقنه، فكسره وبعدين حرقه ورماه في أمواج البحر، ثم لننسفنه في اليم نسفا، في البحر. الله. هدفه. فقال إنما إلهكم الله. اليهود قالوا موسى اسمه هارون أرحم بنا منك، لأن هارون قال وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هو نزل خلاص مش هيجي. إنزين مولانا سيدنا موسى أخو هارون؟ لا، راح يريح أخو موسى. أيوه. سبحان الله، يعني الحين الذهب اللي بالبحار والمجوهرات كله من أثر هذا. لا يعني دعي له بس. والله عقاب. وكذلك سولت لي نفسي، فلا تسول لكم نفسكم يا بشر. مش هو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا؟